قد تكون هذه آخر أيام هؤلاء البسطاء في مجمع الأمل الذي يعيشون فيه، وذلك بعد أن أنذرتهم آمرية وزارة الدفاع العراقية بإخلاء دورهم تحت حجة أنها تجاوز على أرض معسكر الغزلان السابق. ورغم امتلاك سكان الحي لوثائق من رئاسة الوزراء توصي بعدم إزالة دورهم حتى إيجاد بديل لهم، إلا أن الإنذار تجدد عليهم. لا موجود خدمات، لا شغلات، هذه بهذا الوقت الحرج، البطالة، غلاء المعيشة. تجي هسه تقول له تعال وقع لي على تعهد اخلي بيتك خلال شهر، وانا عندي امر ديواني من السيد رئيس الوزراء وتشكيل لجنه ومطالبه وزير الدفاع وزاره الدفاع والجهات المعنيه بعدم مطالبه الساكنين بالاخلاء لحين وجود بدائل مركزيه، ولكن لا وجدت لي بديل ولا اعطيتني تعويض، لا هسه تجي تستني بالعراء. 10,000 انسان مهدد بالتشرد، وهم يعيشون هنا منذ سنوات عديدة، وطالبوا اليوم بتوفير أماكن بديلة لهم قبل تشريد عوائلهم في العراء، فبعضهم لا يمتلكون ما يسد جوعهم كل يوم، وآخرون هددوا بإحراق أنفسهم إن أجبرتهم الجهات المعنية على ترك مساكنهم. الكل قررنا، والله حريم حريم شقن يدومن، وين الاشراف؟ وين الزلم؟ وين اللي تقول احنا يعني دافع عن العرض والشرف؟ قال ان والله نقفل ابوابنا وكل وحده بحضره الاجل كان بنزين، دشعل نفسي واشعل عائلتي معها، واني اول واحد الله وكيل لاشعل نفسي واشعل عائلتي، خليني اموت، خلي يجون بالشفرات يطلعون من فوقنا، احنا ميتين، احنا عايشين؟ هاي معيشه. بعض المنازل يوجد فيها خيم وزعتها المنظمات لاصحابها، فهذه الدور يعتقد أنها تؤويهم من برد الشتاء وتحميهم من حر الصيف، ولكن هم مجبرون على العيش فيها فلا سبيل آخر. وناشدوا اليوم رئاسة الوزراء بالتدخل عسى أن تنظر إليهم بعين الرحمة. سكان مجمع الأمل بدأوا يفقدون الأمل ومصيرهم مجهول، وواقع حالهم تلخصه هذه الخيمة، فهم نازحون داخل دورهم. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.